أجابكم الله وأحسن إليكم. هذه رسالة من المستمع محمود شريف مصطفى من تشاد، مقيم في حضر الباطن. بعث سؤالين، يقول في أولهما: هل نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل إلى جده 22، إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام؟ هل هذا الكلام صحيح؟ لا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، وأما سلسلة النسب وعدد الأفراد في السلسلة فالله أعلم بذلك، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لبعد ما بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم من الزمان، لكن هو من ذرية إسماعيل على سبيل القطع واليقين في ذلك. نعم.